بشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه وتسديده لي. كان كرم ربنا معايا فوق الوصف، كان كبير قوي معايا. وبرضو اتوجه بجزيل الشكر لوالدي ووالدتي. والدي ووالدتي تعبوا معايا قوي طول الثلاث سنين، كانوا دايما بيحفزوني، مفيش حاجه انا كنت محتاجها واثروا معايا فيها، دايما بيوفروا لي كل اللي بحتاجه. اهدي نجاحي وتفوقي حق الوطن وحق اهلي واصدقائي، وامنيتي اكون طبيبه فاعله وناجحه وارفع من مكانه الوطن. حابة أهدي نجاحي وتفوقي لبلدي سوريا وبلدي الثاني الكويت، وحابة أهدي نجاحي وتفوقي لأهلي بابا وماما طبعاً اللي تعبوا علي طول 12 سنة، وحابة كمان أهدي تخرجي لمدرستي السفر الأهلية، وأشكر مديرتي أبلة هناء التركي. أكيد بهدي النجاح لأسرتي أول حاجة، لأن هي كانت الدعم ليا وللمدرسة والمدرسين بالأخص اللي هم وقفوا جنبي في كل حاجة عشان أقدر أحصل على المركز ده، وطموح إن شاء الله لأنا أدخل كلية سياسة واقتصاد في مصر عشان ده من خلاله أقدر أشتغل في الخارجية. أتمنى أن أحقق نجاح حياة مستقبلية وأدش إدارة أعمال، وأهدي نجاح حق دولة الكويت وسمو الأمير حفظه الله وأسرتي طبعاً ومدرستي الحبيبة.